الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نشكر الله عز وجل ونحمده ونثني عليه أن من علينا بهذه اللحظات الأخوية، هذه اللحظات نشكر قطاع الثقافة لولاية سيناء، كل القائمين على هذه التظاهرة، المنظمين الذين واضح أنهم بذلوا جهود كبيرة لإنجاح هذه التظاهرة. ثم أشكر إخواني المبدعين والخطاطين وصناع المنامات الذين جاءوا من داخل الولاية ومن خارجها، وكذا كل الضيوف من السادة الإعلاميين والمثقفين الذين حضروا معنا هذه الجلسة. المحاضرة موجودة بصيغة PDF، صيغة رقمية، يعني ممكن كل شخص الذي يهتم بالمحتوى يقتنيها بعد انتهاء المداخلة. إذا سأحاول أن أوجز حتى لا أخذ وقت كبير جدا، لأنها ليست على شكل محاضرة إنما هي على شكل دردشة إذا صح التعبير بين متخصصين. يعني لست في مقام أن أحاضر لكم، ولكن على الأقل إن شاء الله يعني تكون على شكل جلسة حوارية إذا صح التعبير وليست محاضرة علمية. يحاول دائما أن يبدع في صنعته، يحاول أن يضع بصمته الخاصة وأن يكون له ذكر بين أقرانه. تقريبا هذه الإشكالية أو هذا السؤال اللي هو سؤال الإبداع داخل الفنون باللغة الغربية أو بالمفهوم الغربي والصناعة بالمفهوم الإسلامي على الأقل كما كان يستعمله ابن خلدون رحمه الله، سؤال الإبداع مربوط ببعض المصطلحات من بينها مصطلح المعاصرة. يعني هو ربما يستعمل في السياق الغربي أكثر منه في السياق الإسلامي، أن المعاصرة في الفنون الغربية هي مرحلة إبداعية وصل إليها الفن الغربي حتى وصل إلى ما يسمى بالفن المعاصر، على أساس أن هذه الكلمة شبه مرادفة أنه فن ماذا؟ إبداعي. يعني آخر مرحلة إبداعية وصل إليها الفن الغربي هي المعاصرة، الفن الحديث وبعدها الفن المعاصر، مع اختلاف بين وجهات المهتمين والباحثين في الفن الغربي حول دلالة فن حديث ودلالة فن معاصر. لا أريد أن أدخل في هذه الجدلية، أنا على يقين أنه موجود مراجع علمية كثيرة فيه. إذا ما أخذنا هذا السؤال من السياق الغربي إلى سياق الخط العربي، هل في الخط العربي لحظة معاصرة؟ يعني هل هناك خط تقليدي كلاسيكي المصطلح الغربي؟ حتى أنه عندنا بعض الخطاطين يستعملون هذه المفردات، يقولون خط كلاسيكي وخط معاصر، هل هذه المعاني واردة عندنا أم لا؟ أريد أن هذه الجلسة تكون عبارة عن ورشة نظرية، ليس ورشة تطبيقية، ورشة نظرية للتباحث بين متخصصين. أنا فقط سأعمل مدخل نظري ثم أتيح الفرصة لأساتذتنا الكرام وأستاذنا كي يسهموا في هذا الموضوع. المحتوى النظري يتكون من موجود على الشاشة، مدخل يعني في تمهيد، ثم بعد التمهيد في أولاً مدخل تاريخي للتجارب المعاصرة في صناعة الخط العربي. سنعمل مدخل تاريخي مبسط موجز يحاول أن يضيء لنا هذا الموضوع، ما معنى تجارب معاصرة، حتى أنا ما حبيش نسميها كتيار، يعني في تيار معاصر أو قلت تجارب، يعني تحاول أن تتساءل وتتفلسف بالمعنى التخصصي للكلمة حول سؤال المعاصرة في علم الجمال الإسلامي. ثانيا، حاولت أن أعمل تصنيف، هذا اجتهاد من عندي، لا أعرف إذا أنا موفق أم لا، تصنيف الأصحية بعض التجارب ليس كل التجارب، يعني سأصحح هذا، تصنيف بعض التجارب المعاصرة، لأنه في المعرض شوف تجارب أخرى أنا يعني لم أحتويها في هذه المداخلة، فالأصح أن أقول تصنيف بعض التجارب المعاصرة في صنعة خط العربي. حاولت أن أعمل لها إحصاء وعملت ثلاث نماذج. النموذج الأول صنعة الحروفية الخطية، ثانيا التقليدية الحديثة، ثالثا الكتابة العفوية، صنعة الكتابة العفوية. وسأعمل كلام نظري موجز حول هذه النماذج الثلاثة مع لوحة واحدة، يعني لوحة
بالصورة ستعرض عليكم حتى نحاول أن ندردش حول هذا الموضوع. ثالثا يعني أولا مدخل تاريخي، ثانيا تصنيف، فيه ثلاث تصنيفات، ثالثا النموذج النظري لبناء المعاصرة في صنعة الخط العربي، ما أسميه بخريطة الذوق. يعني هذا رأيي الشخصي بكل تواضع في المسألة، حاولت أن أطرح عليكم ما أسميه بخريطة الذوق، وهل تساعدنا هذا المصطلح خريطة الذوق لبناء مفهوم المعاصرة في صنعة الخط العربي. في الأخير مجموعة خلاصات واستنتاجات، هذا هو المحتوى. نبدأ الآن على بركة الله. بسم الله. تمهيد، سأقرأ بشكل سريع جدا وأحاول أن أشرح الجمل أو الكلمات الضوئية. من 30 سنة الأخيرة شهدت تطورا مذهلا في ممارسة الصناعة الإسلامية النفيسة، ما يسمى عند الغرب بالفنون الجميلة لبوزار. إحنا تاريخيا كانوا يستعملوا كلمة صناعة الإسلامية النفيسة ولا نستعمل كلمة فنون جميلة. فهذه اللحظة أن اللون الأسود مثل الكتابات اللي نجدها في الشارع مكتوبة على ماذا؟ على جدران متسخة جدا، فيه اللون ماذا؟ اللون الرمادي، لاحظوا خافية، ونجد هذه الكتابة حتى بالألوان اللي هي زيت السيارات مثلا المحروق أو ألوان يعني نجد المشردين والناس العاديين يكتبون بها في الشارع. فلو لاحظوا ما تخيلوش أن هذه تأخذ جائزة أولى في مسابقة عالمية دخلوها مئات الفنانين التشكيليين والخطاطين في الاتجاه المعاصر. نحاول أن نتساءلوا لماذا بدأ الاتجاه يذهب بهذا الطريق. هو الكلام اللي راني كتبته أنا هنا، ولكن عفوا راح ما نطرحش أنا وجهة نظري حول الموضوع، هي موجودة اللي يحب يقرأها نعطيكم نسخة بي دي اف لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن حتى أتيح المجال للأساتذة والأستاذات يدخلوا في الموضوع حتى أعطيه أكثر. فهذا الجزء الثالث هو الأكثر غرابة ويحتاج منا إلى دراسة. أنا كتبت بعض الأشياء ولكن مش راح نقرأها ومش راح نشرحها حتى نصل إلى البعد الأخير. البعد الأخير هي خريطة الذوق. ما معنى خريطة الذوق؟ هذه خريطة الذوق هي عبارة عن نموذج نظري مبسط ربما يفيد الإخوة المستمعين في تناول مفهوم المعاصرة. ما معنى خريطة الذوق؟ راح نقرأ عليها بشكل سريع. إن النموذج النظري الذي نطرحه هنا تحت مسمى خريطة الذوق يجيب بصورة أكيدة وبسيطة على هذا التساؤل بجملة تعريفية التالية: ما هي الصنعة أو ما هو الفن؟ بلغة الغرب الفن، بلغتنا الصنعة. ما معنى الفن أصلاً؟ ثم ما معنى فن المعاصرة؟ لازم نمشي بتراتبية نفهم ما معنى الفن، يعني نتفلسف حول كلمة الفن أو الصنعة ثم نفهم كلمة المعاصرة. الصنعة أو ما يسمى عند الغرب بالفن هي اللحظة التاريخية الثالثة من حياة الإنسان في رحلته التي بدأت مع نزوله إلى الأرض ولا زالت مستمرة حتى الآن. شوفوا لاحظ، هذه شكل مبسط للكرة الأرضية، الشرق الكرة الأرضية والغرب. ففي اللحظة الأولى كان الإنسان بصفة عامة له منهج تفكير، لأن قلنا المعاصرة هي منهج تفكير ليست مرحلة زمنية. ففي اللحظة الأولى كان الإنسان يفكر بشكل معين، ثم في الغرب راح نجد لحظة ثانية، وثم لحظة ثالثة هي لحظة الرجوع. راح نفهم كل لحظة ماذا أقصد بها. اللحظة الأولى نزل الإنسان الأول شرق الكرة الأرضية. طبعاً يعني رحت مباشرة للنتائج، في نظرية أخرى تقول الإنسان تطور من قرد وكذا وبدأ الغرب يتراجع حول هذا الكلام الذي ليس مؤسس علمياً وليس له أي دلالة تاريخية. لا أريد أن أدخل في هذا الجدل، ولكن نحن عندنا قناعة كمسلمين أن الإنسان نزل، خلقه الله عز وجل في الجنة ثم نزل إلى الأرض. الرواية التاريخية تقول أنه نزل شرق الكرة الأرضية. ظل هذا الإنسان في بداياته في لحظة البشرية الأولى متعلقاً شعورياً بالمكان الذي جاء منه وهو السماء، لأنه نزل من أعلى وهو السماء. لذا طور هذا الإنسان الأول، ما هي منهجية تفكيره؟ طور مهارة التأمل لديه، لأنه ظل شعوره مرتبط بالمكان الحنين الذي جاء منه. فأنتج لنا في شرق الكرة الأرضية المذاهب الفلسفية الأولى ذات المغزى الروحي. نلاحظ أنه أغلب الفلسفات الروحية نجدها في شرق الكرة الأرضية. هذا المغزى الروحي الذي يغلب الروح على الجسد، مثل الفلسفة الكونفوشيوسية أو البوذية، يعني الصين والهند. وهذه لحظة ميلاد الفلسفة، بدأت الفلسفات تولد في هذه اللحظة. لما بدأ هذا الإنسان رحلته من شرق الكرة الأرضية نحو الغرب، بدأ الإنسان يكتشف من آسيا إلى إفريقيا إلى أوروبا إلى أمريكا. اللحظة الثانية ماذا؟ اللحظة الثانية مع مرور الوقت انتقل الإنسان مرتحلا نحو غرب الكرة الأرضية. هذه الرحلة الاستكشافية طورت لديه مش مهارة التأمل اللي كانت في الأول، مهارتين الملاحظة والتحليل. لأنه لما بدأ يكتشف الكرة الأرضية بدأ يلاحظ ماذا؟ في الحيوانات، الأشجار، المياه، الأنهار. فأنتج لنا العلوم المادية التجريبية، لأنه بدأ يطور مهارة التحليل، يطرح أسئلة، بدأ يكتشف النار ثم الأبجدية ثم مراحل زمنية كثيرة تعرفوها في تاريخ الإنسان.
هنا ماذا أنتج لنا؟ ليس ميلاد الفلسفة، المذاهب الوضعية ذات المغزى المادي الذي يغلب الجسد على الروح، مثل الشيوعية والرأسمالية. أغلب الفلسفات في غرب الكرة الأرضية نجدها فلسفات ماذا؟ مادية، على عكس التي في شرق الكرة الأرضية نجدها فلسفات ماذا؟ روحية. هنا ماذا؟ اللحظة الثانية هي لحظة ميلاد العلم. إذا كانت اللحظة الأولى هي لحظة ميلاد الفلسفة في شرق الكرة الأرضية مع تغليب الجانب ماذا؟ الروح على الجسد، عكسها في الغرب كان تغليب الجسد على الروح، وهي لحظة ميلاد ماذا؟ العلم بسبب تطور مهارة التحليل. اللحظة التاريخية الثالثة في هذا الشكل عندنا هي رجوع إلى الخلف. ماذا حدث؟ هذا من أجل أن نجيب على السؤال ما هو الفن أو ما هي الصنعة؟ مع هي لحظة القلق البشري، حيث أحس الإنسان بصغره وقلة حيلته أمام سعة الكون الذي اكتشف أنه أكبر من الكوكب الذي قضى حياته الشاقة متعرفا عليه. بدأ الإنسان يكتشف أن الكون أكبر من الكرة الأرضية، يعني ليس فقط الكرة الأرضية التي ظل قرون وهو يكتشفها. فأحس الإنسان بصغره وقلة حيلته، وقف عاجزا أمام تفسير كل أسراره. لذا انكب الإنسان راجعا بخياله إلى انتصاراته العلمية، مستأنسا بها ومحاولا الاستمتاع بها من أجل مواصلة السير نحو الأمام. هذا البحث عن المتعة والأنس قاد الإنسان إلى اكتشاف الصنعة أو الفن باعتبارها المتعة الناتجة عن اكتشافات العلم. مثال: للاستمتاع بمكتشفات علم التشريح أنتج الإنسان صنعة نحت. ومن المثال اللي نعطوه هنا اللي كان يهتم كثيرا بجانب المورفولوجي لجسم الإنسان وعلم التشريح وأنتج لنا نحت. أيوة زي يعني مرحلة النهضة في إيطاليا. وللاستمتاع بمكتشفات علم الفيزياء ودراسات الضوء أنتج الإنسان صنعة التشكيل الانطباعي. مدرسة الانطباعية كلها جاءت بعد ماذا؟ بعد دراسات الفيزيائيين على علم الضوء. للاستمتاع بمكتشفات علم الهندسة أنتج الإنسان صنعة الخط العربي، وكان ابن مقلم من كبار العلماء في الهندسة، واستعمل الدائرة ووضع فيها الحروف الصلبة وبدأ يلينها حتى خرجت المقولة اللي هي الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية. للاستمتاع مثلا بمكتشفات علم الأصوات أنتج الإنسان صنعة الموسيقى. كان كل ما يتطور العلم في مجال يتطور ماذا؟ الجانب الفني أو الصناعي المرتبط به. إن هذا الهوس المتزايد عند الإنسان ما بعد الحداثة في بحثه عن وسائل المتعة وصل به إلى إنتاج ما يصطلح على تسميته بالموضة العصرية. ما معنى الموضة العصرية؟ للتدليل على أكثر الأشياء متعة ومعاصرة. والغريب في الأمر أن الموضة تقوم أساسا على الرجوع إلى الماضي وإعادة إنتاجه بروح العصر. فنجد مثلا الموضة في الأزياء عادت إلى ألبسة الإنسان البدائي. لو نروح نشوف دور الأزياء في العالم الآن سنجد أن كل الأشكال الأزياء المعاصرة تعود إلى الإنسان البدائي. الموضة في الموسيقى عادت إلى المجتمعات الطبيعية الإفريقية وشعوب أمريكا اللاتينية، عاد اهتمام بها بشكل كبير، عادت هي الموضة في الموسيقى. الموضة في الرسم عادت إلى رسومات الإنسان الحجري وعفويته ورسومات الأطفال، مثال عليها بيكاسو. بعد ما كمل كل المدارس الغربية الحديثة وصل عادوا إلى العفوية الموجودة في رسومات الأطفال والإنسان الحجري الأول. أيضا الموضة في الخط العربي عادت إلى الكتابة الوظيفية، وهذا ما يشرح لنا إعطاء الجائزة الأولى للصناعي علاء إسماعيل عبد الرحمن الوهيراقي في مسابقة البردة. لماذا؟ على اعتبارها الأكثر معاصرة من كل اللوحات الأخرى، لأنها الأكثر تحقيقا لمبدأ الموضة العصرية. يعني هذا لوحة اللي شفناها لهذا الفنان العراقي فيها كلام نظري، ما حبيتش نشرحه لأنه يحتاج إلى وقت ولا أريد أن أستأثر بالوقت واحد. فنجد أنها عادت إلى الكتابات الحجرية الأولى اللي كان الإنسان ينحتها على الحجر، أو كتابات العفوية للأطفال اعتبروها هي الأكثر يعني تحقيقا لمبدأ الموضة العصرية. مثل ما الآن نشوف مسابقات الأزياء أو مسابقات الموسيقى أو الرسم، سنجد أنه أصبح في احتفاء عالمي بمفهوم الموضة، أي العودة إلى الشيء القديم جدا وإعادة إنتاجه بصورة بصرية جديدة. روحية لا تذهب إلى الجانب المادي. الكتابة الصينية والكتابة اليابانية هي لينة جدا وتكتب بآلة لينة جدا اللي هي الفرشاة. أما صنعة الكتابة اليابسة سنجدها في الكتابات ماذا؟ لاتينية. سنجد الحروف الـ A والـ B في أوروبا وفي أمريكا سنجدها ماذا؟ جافة جدا وصلبة جدا. ومنطقة الوسط اللي هي منطقة الخط العربي، فعندنا الخط الصيني والخط الياباني والكتابات اللاتينية، الخطوط اللاتينية والخط العربي في الوسط. ماذا سنستنتج؟ سنستنتج آخر صفحة نختم بها. شعوب شرق الأرض تتذوق الكتابة اللينة جدا، تستعمل أداة كتابة لينة اللي هي الفرشاة، لأنها تعود في مبدأ الموضة عندها هي الفلسفات الروحانية والمثالية، وهذا ما يفسر لنا شكل الكتابة الصينية واليابانية. شعوب غرب الكرة الأرضية، شعوب غرب الأرض تتذوق الكتابة اليابسة جدا وتستعمل أدوات كتابة يابسة مثل الأقلام الحديدية والمساطر الصلبة.
لأنها تعود في مبدأ الموضع عندها إلى العلوم المادية الجافة، وهذا يفسر لنا شكل كل الكتابات اللاتينية خاصة في أوروبا وفي أمريكا. أما شعوب وسط الأرض وهي الأمة العربية تحديدا هي في وسط الكرة الأرضية، فتتذوق الكتابة التي تزاوج بين الليونة واليوبوسة، فالحرف تجد فيه جزء يابس وجزء لين، ونستعمل أيضا أداة لينة وصلبة في آن واحد وهي أقلام القصب. فقلم القصب ليس لين مثل الفرشاة وليس صلب مثل القلم المعدني، هو يزاوج بينهما. لماذا؟ لأنها تعود في مبدأ الموضة عندها إلى تأثير العقيدة الدينية التي لا تفضل أي من الروح أو الجسد على الآخر، وهذا يفسر لنا شكل الخط العربي. حتى في واحد من الصحابة للنبي قالوا أنا أصوم ولا أفطر، يعني أصوم هي الروح ولا أفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أما أنا أصوم وأفطر، يعني نحمل أمانة الروح ونحمل أمانة الجسد، لا نغلب أحد على الآخر، كلهم أمانة من الله عز وجل. حتى في الخط العربي ستجد خريطة الدوق صحيحة. كلما اتجهنا مشرق، يعني إذا قلنا أن الغرب يابس جدا والشرق لين جدا وحنايا في الوسط، أيضا الوسط لو نجي نفكوا في الوسط اللي هو العالم العربي الإسلامي نجي نفكوا فيه نجدوه خاطئ خريطة الدوق. كلما اتجهنا مشرق العالم العربي وجدنا صنعة الخط تميل نحو الليونة متأثرة بكتابات الشرق وأذواقه. مثلا خط التعليق سنجد أن الكاسات تاع النون والجيم والعين نجدها ماذا؟ لينة جدا. كلما اتجهنا نحو مغرب العالم العربي اللي هو شمال افريقيا والمغرب العربي وجدنا صنعة الخط تميل نحو اليبوسة متأثرة بكتابات الغرب وأذواقهم. خط المغاربي مثلا خط المكركب والمغير مسيح نجده مثلا تأثر بالكتابة تاع البوتين. فعندنا الخطوط تميل أكثر إلى اليبوسة مع أن فيها ليونة، وفي المشرق الإسلامي بلاد فارس سنجد أنهم مع أن كتاباتهم لينة ولكن فيها بعض اليوبوسة لكن أغلبها لين. أما إذا اتجهنا نحو الوسط في الأرض المباركة في الحجاز العراق وسوريا مركز العالم وجدنا حالة التوازن بين الذوقين والعدل بين الروح والجسد، خطين نسخ والثلث مثلا، سنجد نسبة الليونة ونسبة اليوبوسة معتدلة. لكن لو نروح للخط المغربي سنجد 70% يوبوسة، لو نذهب إلى التعليق سنجد 70% ليونة. وهذا سر صنعة الخط العربي ومكمن جماليته عبر العصور والأزمان. عفوا إذا أطلت لأننا أصبت من الله عز وجل وإن أخبرت الله يبارك فيكم. الآن الكلمة متاحة لكم، نتمنى ندي وقت أقل ولكن واضح أني بديت وقت أكثر من استفدنا. سؤال تفضل. بسم الله والحمد لله السلام عليكم أستاذ رشيد طبيب أستاذ إنجليزي متقاعد. لاحظت أن الإنتاج اللي ورد موجود في صفحة مكتوبة باللغة اللاتينية، هل هذا يعني استعمال اللغة اللاتينية في عرض كهذا يعطينا إشارة أن الخط العربي ولا الصنعة كما سميتها الفن في هذا راه رايح ويزول ويدخل في إطار كما نقولوا صنعة أخرى إلكترونية؟ نظن فهمتني السؤال. طبعا نتمنى أن الإخوة يشاركوا في الجواب حتى لا أستأثر به، لأنه الكل جميعا هنا أساتذة مختصين وأستاذات مختصات. أطرح لكم سؤال تفضل. نتكلم كثير ما لازمش نستأثر بالكلام. تفضل أستاذ توفيق. لو تسمعني أستاذ، يعني هو قال أنه في الشاشة لما عرضنا في جزء كتابات موجودة هنا لاتينية، والعرض كان أصلا باستعمال أدوات حديثة، فالخط العربي الآن يتجه نحو الرقمنة، فهو أدخل بعد جديد مع الأبعاد يتكلمنا عنها اللي هو البعد الرقمي أصلا في الخط العربي. فالآن أصبحت الآلة تستطيع أن تؤدي بعض الأشياء لا يؤديها الإنسان بصفة عامة. كل موجودة بالعربية في الجهاز كيم العربية. هي على بالي بس احنا نهضروا على هذا الجانب الإلكتروني، هل نحتاج إلى الفنان ولا الآلة تقدر تقوم بالواجب يعني؟ العمل الفني. العمل الفني آلة لا نستطيع أن نستغني على يعني الفنان. السؤال أستاذ عميق جدا ولا يتعلق فقط بالفنون، يتعلق بكل شيء. بل ممكن سمعت آخر شيء الذكاء الاصطناعي اللي قام بعملية طبية في القلب خطيرة جدا لأحد المرضى، والعملية كلها لم يتدخل فيها الإنسان، الذكاء الاصطناعي هو قام بالعملية ونجحت العملية. فالآن بدأوا يطرحوا سؤال هل نحن بحاجة إلى الطبيب؟ بعد أن نطرحوا سؤال هل نحن بحاجة إلى الميكانيكا؟ يعني دخل سيارة الآن الذكاء الاصطناعي يستطيع أنه يستكشف العطب في السيارة بشكل أسرع وأدق من الإنسان ويعالجها بشكل أيضا أسرع وأدق. فالسؤال أيضا يطرح بالنسبة لي الفن بصفة عامة، شتو الذكاء الاصطناعي الآن يستطيع؟ حتى في مرة في واحد وراني يعني برنامج من هذه البرامج
تعطيه في اللوحه الحرفيه، تعطيه الفكره، تقول له انا مثلا اريد ان اكتب البيت الشعري الفلاني في لوحه حرفيه، واريد ان اعبر على معنى الحزن في الالوان والاشكال وكذا، تعطيه المعطيات الاوليه، فيخرج لك 20 او 30 نموذج، معناه في ثانيه ثانيه يعطيك اللوحه جاهزه يعني رقميه. فالان اصبح كانه الذكاء الاصطناعي يفوقنا في التفكير، لان كنا نحكوا عليه، يعني هو اكثر قدره على تركيب المعلومات اللي تعطيها له ويحللها، ثم ايضا اكثر سرعه في انتاج المنتج. فقد تحتاج الى وقت لكي تفكر، ثم الى وقت اخر لكي تنتج، وتحتاج الى ادوات وخامات ووقت وجهد. اما الاله اصبحت لهذا شكل سؤال عميق جدا، هو سؤال يتعلق بالانسان المعاصر في كل مجالات الحياه. يعني الآن